ارجع للقطة انا جبتها ليش؟ لانه يعني اتمنى انه يعني يجيب هذه، اعطونا يا شباب. يعطينا اياها. انا جبتها لسبب واحد، اللي هو المبالغة يعني في التقدم من كل خطوط الفريق. يعني اتمنى انهم يجيبون لنا لقطة، هذه هم جابوها. معلش يرجعها لي ثاني، معلش يرجعها، انا ما كنت احسبه بيعرضها لي هنا، انا كنت احسبه بيعرضها لي هذه الكورة. ايوه هنا، شوف هذه المفروض عبد الغني على طول يلعبها. الحين الفريق كان فيه يعني عدم تبرير للاندفاع الكامل للفريق، من ركنية إلى هجمة مرتدة بالطريقة هذه، شوف كل الفريق انضرب. عبد الغني مفروض أن جت الكرة كالعادة. ولما أتكلم على عبد الغني، ما هو أنه موضوع أنه ترى أنا نجم المفضل في نادي النصر وأفضل لاعب قدم مستويات جبارة في الفريق هو حسين عبد الغني هذا الموسم. معليش مباراة طاح الفريق، لكن أنا أتكلم على يعني التبرير الغير مطلوب من الفريق في اندفاعه الزائد أمام فريق قوي يجيد الارتداد ويجيد السرعة في عملية الارتداد. هذه غير مقبولة، كانت هي التي قتلت الفريق النصراوي في الهدف الثالث. ولا كنت أتوقع أن الفريق سيعود في المباراة. هذه أنا جبتها لأنه ما هناك مبرر لهذا الاندفاع الزايد اللي ما تعودته في الفريق النصراوي. تخيل هدفين بنفس الطريقة بس الطرد في وقت الطرد يا فهد، بس الطرد هذا بعد الطرد، هذا أي بعد الطرد، أنا أتكلمك بعد الطرد، حتى بعد الطرد أنا أتكلم على يعني. شوف أنت طردت، بس إن النصر كان متعود في توازن، في هدوء في التحضير. بهالطريقة أنك تطلع في شوف في عملية ركنية حتى التوظيف غير جيد. معليش تردها لنا معليش، احنا ركزنا على عملية ايوه هنا. شوف كم لاعب في الركنية، 4 لعيبة هنا ما كان مطلوب منها، كان المفروض كل اللعيبة يعني كان مفروض من حسين على طول يلعبها كالعادة كما كان هو يلعبها. هنا لا توظيف جميل، لا حسن تدبير من اللعيبة، جعل من هذه الهجمة المبالغة. شوف لاعب واحد في عملية ركنية، انا اعتقد انه مبالغ مهما كان النقص يا محمد، انت فهمت علي؟ نتكلم على انه كان هناك موجود بس في بعض الاحيان يا فهد ان الكره الثابته دائما لها طرق معينه، كره من لمستين، كره طويل، كره على العمود الاول، العمود الثاني، يعني هذه اعتقد ان النصر لا هي لعبوها على انها بهذا الطريق. اي بس انه تعرف السرعه حقت نفس و انا معليش ناصر، يعني شوف رحت بعيد بعد ما راحت الكره من عبد الغني. انا بتكلم ايش اللي سبب خلاها السرعه لنفيز وانه وصلت الكره للاعيبه الهلال، الا انه التاخير وعدم التوظيف في الكره. انت اعطيتك عبد الغني مفروض على طول من لمسه واحده كما انت مشهور فيها ما شاء الله عليه في العكسيات، وهذا الكلام ما اقلل من حسين بصراحة. بالعكس حسين انت نجم المفضل، انت افضل لاعب، انت قائد. لما كنت اقول قبل المباراه في التويتر كنت اقول ان النصر لديه عناصر خبره كانوا في محمد نور وفي حسين، لانهم يتحكمون في رتم المباراه ويقدرون ما يسيرون الهلال، لان الهلال كان واضح هو لاعب مهاجم. هذه نقطة التحول الأخيرة في المباراة. أنا أقول إن هذا الهدف هو نقطة التحول، لأنه فريق ناقص فهد. فريق ناقص بعشرة ويجيب فيك هدف ثالث، أكيد إنه يعني نقطة تحول كبيرة في المباراة. مش عشان إنه الهدف الثالث، عشان هو ناقص وجاب فيه هدف، وجاب فيه هدف ثالث. هذه هي أنا وجهة نظري. إمكانيات نفوز، إمكانيات السرعة اللي من بين 18 إلى أنا ما ناقش هذه الحالة، هذه حالة ثانية. يعني هذه مشهور فيها سجل اللعب. إي أنا أوكي أنا أتفق، مشهور فيها الهلال، مو في أول مباراة يسويها. أنا ما أتكلم عن هذا وأستنقص من هذه، أنا أقول أن الاندفاع الغير مبرر من النصر تسبب في هذا الشكل. طيب.